بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي العزيزات، كما وعدتكم وكما طلبتوا مني، يعني بزاف اللي طلبوا مني وصفة لاجولي والطريقة تاعها. يعني كان الفيديو مصور خالص اليوم وين كتب ربي ودت له المونتاج. وش حنقولكم فيه؟ هي مكونات بسيطة جدا، خير من لما تروحي تشريه برا. كلش كاين في الدار، تقدري تستعمليه وديريه في اي لحظة وحدك. تعودي عندك حضيري لتاختولات ولا غاطو ولا اي حاجة تحتاجي فيها الناطاج ولا لا جولي، تقدري تستعملي ليها. دوك انا هنا راح نعطيها لكم بذوق الكراميل، وانتم الذوق اللي تحبوا تستعملوه. بسم الله، هنا عندي نص كاس سكر، كاس ماء، وشكاره فلون تاع كراميل. تحبوا ديروا ذوق الفانيليا، ذوق الموز، ذوق الفراوله، كيما حبيتوا. دوك راح نبداو على بركه الله. نحط الماء ونحط السكر كيما راكم تشوفوا، نحرك مليح حتى يذوب السكر، اكيد ملعقه خشبيه ولا ملعقه بسيليكون، ونديهم فوق النار. هنا حطيتهم فوق النار، نار تكون متوسطه، ونحرك مليح حتى يذوب هذاك السكر مليح ويتجانس. هنا راح نعطيه لكم انا بادواق. الا حبيتوا مثلا تحتاجوا لا جولي تكون شفافه ما عندها حتى ذوق، باش ديروا بار اكزومبل اون طارت ولا طارت اوف فروي، تسمى بلي فروي بزاف يكون تحبوها تكون بغيونس هذيك لي فروي. واش ديروا؟ ديروا السكر، ديروا الماء، وديروا مغرف صغيره تاع عنشا، وخلطوا وخليوه يبرد. هذا يكون ناباج ولا لا جولي ساك، يعني سونغو، ما فيه حتى غو. هنا بعد ما داب لي السكر واش حندير؟ حنضيف مباشره الفلان ونحرك. هنا السر في نجاح الوصفه انكم تحركوا، حركوا مليح حتى الفلان هذاك تاعنا يذوب بيان ويتخلط مع السكر والماء. كم تشوفوا الحبيبات هذوك لازم نحركو باش يروحوا لنا، ومع يذوب بعد الفلون هذاك ويتجانس يبدا ديجا يتقال معنا الخليط سامحوني برك، يبدا يتقال معنا الخليط. راكم تشوفوا في دوك، تشوفوا القوام تاعو كيفاه يكون. هنا الا حبيتوا ديروا بذوق لا اله الا الله محمد رسول الله، بذوق السوغيز الكارز، واش ديروا؟ ما عندكمش، ما كانش فلون بذوق الكارز، تحكموا المعطر والملون في نفس الوقت، تحطوه مع مغرف تاع نشا، تزيدوه وديروا الكول اللي حبيتو، سكر وماء ومغرف نشا والملون ومعطر في نفس الوقت، تتحصلوا على اي نكهه تاع لاجولي تحبوها. شوفوا هنا القوام تاعو ديجا بدا يتقال. هنا كي يغلي نطفي عليه، جوست ما يهز الغليه الاولى نطفيو عليه. شوفوا ديجا راهو تقال، شوفوا القوام تاعو كيف يكون. هنا مباشره راح نفرغوا، شوفوا القوام، راح نفرغوا في هذا الكاس ونخليه يبرد. شوفوا القوام، وهنا على قد ما يبرد على قد ما يتقال معاكم. خليوه يبرد، شوفوا ديجا بدات هو لا بدا يتقال ديجا، كانو مازال راهو سخون عفوا. وهنا حبيباتي هذا اللي سبق ودرتو، هذا اللي درتو جديد او بدا يتقال، معليهش ما خليتوش يبرد جوست مع صورت بعد ما نعتهولكم، لكن نعت لكم القوام تاعو كيفاه يكون. هذا بذوق الفراوله اللي استعملته في الطاختولات بالفراوله، شوفوا القوام كيف يكون عاقد، كي يبرد راه يولي كيفو بعد. كي تجيو تستعملوه سخنوه فقط واستعملوه باش يجي دايب معاكم. وهنا لمده الاحتفاظ تاعو ما فيش يعني حاجه اللي تفسد ولا هذا، سورتو تاع الفلون او هنا هذا بدا يجمل، خليوه في الثلاجه واستعملوه الوقت اللي حبيتو. وتكم بقى لي غير نقول لكم حبيباتي، نتمنى تكون نالت الوصفه اعجابكم وتجربوها، خليو لي تعليقاتكم. واللي جا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في فيديو قادم ان شاء الله تعالى.